السلام عليكم جدا ورحمة الله تعالى. يأتي أمسية يعني ما فتحنا إلا وكان أن الزيارة لا يزيدنا إلا نجاحا وتوفيقا بإذن الله سبحانه وتعالى. حبيبي قدرت والله في الجريدة فهمتني، واحد حبيب بعث لي تويك تصويرة من جريدة مأخوذة ومحطوطة في وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وأنه قدرت ثروة الغنوشي يعني يا سي راشد، قدرت يعني يا شعب اللي مازال ما يفيقش اللي مازال ما فاقش. الله لا فقت، الله لا فقت، الله لا فقت، الله لا جعلك باش نهار تفيق، إذا ما تفيقش تو. قدرت ثورة السيد راشد الغنوشي 2700 مليار، 2700 مليار. يا مواطن يا جوعان، يا اللي ناقص في الماكلة، يا اللي ناقص في الشراب، يا اللي يعطي فيك الماء مصبوب في لوناس، يا اللي خلوا عليك العيشة، يا اللي فقروك، يا اللي جوعوك، يا اللي شردوك، يا اللي ما عطوكش امان، يا اللي ما عطوكش اي حاجة اللي كنت تطمح لها بعد ثروة ثورة البرويطة. قدرت ثروة، مو انتم عملتوا ثورة، ثورة الكرامة والربيع العربي اللي هي ثورة البرويطة نقول عليها. قدرت ثروة الغنوشي 2700 مليار في 10 سنين، في 10 سنين، في 10 سنين. ثورة كريمة اللي هو فقر فيها الشعب. الغنوشي عنده 2700 مليار دينار، وبدأت تويكا بدأت يسألوا فيه تويكا من أين لك هذا، من أين لك هذا 2700 مليار؟ ثم لكسبهم مايكل جاكسون، لكسبتهم مادونا، لكسبتهم مارلين مونرو، لكسبهم ما نعرفش أنا شكون بكري كان هكا دارج بالضبط سيدي في السبعينات، ما كسبهمش شو اسمه دينا نطلع على إبليس إلفيس بريسلي، ما كسبهم حد. معناتها ما ثم حتى فنان ولا ممثل متاع هوليود المشهورين بالضبط ما كسبوا 2700 مليار. ثم يا معلم مش من أين لك هذا، أنا أقول لك عكعك حل معاك، عكعك حل معاك من لا رفسة صاحبي. أخويا برجولية، برجولية أخويا، تو نعذر أنا نعذرهم اللي مازالوا يتبعوا فيه، نعذرهم يا معلم. الراجل في 10 سنين 2700 مليار، الله أكبر يا صاحبي. لا رؤساء كسبوهم، لا رؤساء كسبوهم، تو ملك يبدا. حيت 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 يا صاحبي، حيت خويا حل معاك كيف شر اها عك عك حل معاك فهمت اما باش يتعدى خويا برجو لي مش خاصو كان جيت نضرب بالعين انا وقول لك حل معاك وعك عك فهمتني ولا رفسه صح